بعد نزول الرئيس السيسي بالسيارة الخاصة به لوحده في الشارع ويستعجب ننشر لحضراتكم التفاصيل، والرئيس السيسي بيطلب من المصريين التعبير عن رأيهم، ننشر التفاصيل وتحرك عاجل من الداخلية المصرية والقبض على 3 أشخاص بتهمة إزعاج السلطات لادعائهم رؤية سقوط ميكروباص في النيل. وكيف ستقوم مصر بتصدير الكهرباء إلى أوروبا؟ ننشر لحضراتكم تفاصيل اتفاقية في غاية الأهمية. محمد صلاح يبهر العالم ومدربه كلوب بهدف أكثر من رائع، ننشر التفاصيل. وعاجل أول تحرك قانوني لإلغاء مهرجان الجونة، إنذارا رسميا موجه لوزيرة الثقافة المصرية. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، اضغط عليه عشان تجيلك إن شاء الله أهم الأخبار أولا بأول، وعشان تجيلك الفيديوهات على طول. عاوزين نوصل ل 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. وصلونا أكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، وانتوا وطنيين وهتغرقوا التعليقات بكلمة تحيا مصر. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. وبعد نزول الرئيس السيسي بالسيارة الخاصة به لوحده في الشارع ويستعجب، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن موقف صادفه أثناء سيره في أحد الأيام على أحد طرقات مصر بمفرده، وتسبب بإزعاج هذا الموقف تسبب بإزعاج الرئيس. تعالوا نعرف إيه هو هذا الموقف. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من مشروعات الإسكان في مدينة السادس من أكتوبر إنه أثناء سيره بالسيارة على محور الفريق العصار وبمفرده دون أن يكون مرافقا له أحد، فوجئ بإلقاء المواطنين المخلفات في منتصف الطريق. وأضاف: ساعات بنزل بالعربية لوحدي كده عشان أشوف وأتابع، كنت ماشي على محور الفريق العصار لقيت الناس حاطة المخلفات في نص الشارع وتابع. طيب لما حطينا عربيات صغيرة للناس تحط المخلفات فيها، رفض الناس اللي على جانبي الطرق تبقى جنبهم وودوا العربيات في وسط الشارع، طب هنعمل ايه؟ مش هسكت. الرئيس عبد الفتاح السيسي لفت ان حجم المخلفات التي تتطلب ازالة هو 40 مليون طن، وان الدولة تجمع من المواطنين مقابل النظافة 800 مليون جنيه. المصدر معانا كان من RT. والرئيس السيسي يعني ينشر مفاجأة بخصوص انه يعني بينزل الشارع بدون مرافقة احد له، طبعا بسيارته الخاصة، وده شيء ايجابي. يعني تفقد الرئيس السيسي لاحوال المصريين وسلوكهم ده بيقرب الرئيس السيسي من الشعب المصري اكتر، وبيكون الموضوع يعني واضح اكتر. ننتقل مع بعض الخبر اخر. والرئيس السيسي يطلب من المصريين التعبير عن رأيهم بحرية، ننشر التفاصيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يريد من الناس التكلم والتعبير عن رأيهم بخصوص موضوع الأماكن التي تعرضت للسيول وحول البناء على الأراضي الزراعية. وخلال افتتاحه عدد من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة تساؤلات حول أسباب التعدي والبناء على الأراضي الزراعية. أكد أن هذه القضية هي قضية دولة. والرئيس السيسي أضاف برضو الكلامه بالنسبة للأماكن اللي تعرضت للسيول في قرى الصف، هل الإعلام اتكلم عن تقصير الحكومة ولا اتكلم بوعي؟ أظن اتكلم على تقصير الحكومة. الرئيس السيسي تابع وقال: أنا عايز الناس تتكلم ويبقى في تعبير عن الرأي، بس تبقى فاهمة يا ترى اللي فات عيب دولة ولا عيب مواطنين ولا عيب نحن الاتنين. بالمناسبة في كل التعديات عيب مين؟ يقول لك المحليات مش قادرة عشان السبق كبير، بكرره علشان اسجل مواقف على نفسي وعلى الحكومة وعليكم، لان القضية مش بتاعتي لوحدي ولا الحكومة لوحدها، دي قضية دولة. يعني ايه قضية دولة؟ بمنتهى البساطة هي قضية رئيس، قضية حكومة، قضية مواطنين.
وأضاف الرئيس السيسي: إذا كنتم تريدون أن تكون دولتكم ذات شأن، بقول الكلام ده للإعلاميين والمثقفين والجامعات بدراسة هذا الكلام وتقول نعمل فيه إيه. هذا الكلام يعكس 40% من مساحة مصر، دراسة الكلام اللي احنا فيه وتقول نعمل فيه إيه. وفي إطار الحديث عن قضية المخلفات، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: المخلفات موضوع مشترك بين الدولة والمواطن، عمل المباني المخططة أقدر أعمل نظام صحي لإزالة المخلفات. بقالنا 3 سنين نتفاوض مع شركات النظافة واتفقنا، ولما جينا نتكلم مع الشركات والتنمية المحلية والبيئة تعرض علي الموضوع، لقينا حجم القضية. الدولة بتجمع من المواطنين مقابل النظافة 800 مليون جنيه، والتكلفة في القاهرة فقط 2.5 مليار جنيه. الرئيس السيسي قال: ما عندناش نظام في المباني، هيبقى كفاءة أعمال النظافة مش هتبقى بنفس المستوى. كنت ماشي من كام يوم في محور الفريق العصار، لقيت ناس رامية مخلفات في نص الشارع زي ما ذكرنا في الخبر اللي فات. المصادر معانا كانت من اليوم السابع ومصراوي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر في منتهى الأهمية، وتحرك عاجل من الداخلية المصرية، القبض على 3 أشخاص بتهمة إزعاج السلطات لادعائهم رؤية سقوط ميكروباص في النيل. كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل التحقيقات في حادثة سقوط حافلة صغيرة عن جسر الساحل، حيث تبين أنه لا أساس لهذه الحادثة، وأمرت بإلقاء القبض على 3 متهمين لادعائهم رؤية الحادثة. أعلنت النيابة العامة سؤال 3 شهود ادعوا رؤية سقوط الحافلة عن جسر الساحل بمياه نهر النيل، فأقروا بأن ما أدلوا به في بداية التحقيقات هو روايات سمعوها دون رؤيتهم لشيء فعليا، فألقت القبض عليهم بتهمة إزعاج السلطات. وكان عناصر النيابة العامة انتقلوا إلى موقع الحادثة وعاينوه، فتبين أن هناك كسرا بسور الجسر الحديدي وأثار تهشم زجاج على حافة هذا الجسر. وكلفت وحدات الإنقاذ النهري بالبحث عن الحافلة المدعى سقوطها ومستقليها، وكلفت الشرطة بالتحري حول الحادثة لتبين حقيقتها. وفي هذا الأمر اعترف سائق توك توك باصطدامه بالسور الحديدي على الجسر، ما أدى لسقوط غطاء سيارة نقل ميكروباص في نهر النيل، وأن اصطدام التوك توك بالحاجز الحديدي أدى لحدوث تلفيات كبيرة في التوك توك، وأنه أسرع في نقل دراجته النارية بسرعة خوفا من المساءلة القانونية في حالة تحرير محضر بسقوط غطاء السيارة في النيل. مصدر معانا كان من القاهرة 24 وRT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وكيف ستقوم مصر بتصدير الكهرباء لأوروبا؟ ننشر لحضراتكم تفاصيل الاتفاقية اللي في غاية الأهمية. قالت وزيرة الطاقة القبرصية إن كابلا تحت البحر يربط بين شبكتي الكهرباء في قبرص ومصر يمكن أن يلعب دورا مهما بمساعدة البلدين على الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بشأن مكافحة تغير المناخ. وأضافت الوزيرة ناتاشا بيليدز أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع وزير الكهرباء المصري محمد شاكر توضح تخطيط المشروع وتطويره وتنفيذه. وتابعت بيليدز إن تعزيز شبكات الكهرباء لدينا والسماح بمزيد من التكامل لمصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الخاصة بنا، وتعزيز أمن الإمدادات الطاقة لدينا وتمكيننا من أن نصبح مصدرين للطاقة ليست سوى عدد قليل من الفوائد الملموسة. الاتفاقية بتهدف لتسريع الموافقات على التصاريح ودراسات الجدوى والبناء، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بين منظمي الكهرباء ومشغلي أنظمة النقل الكهربائي في البلدين. وسيقوم فريق عمل من الخبراء من كلا البلدين بمراقبة التقدم الموجود في هذه الخطة. وقد قامت قبرص ومصر بعلاقات أوثق في السنوات الأخيرة بعد اكتشاف رواسب الغاز الطبيعي في المياه بين جارتين بشرق البحر المتوسط، كما يعمل البلدان على خطط لنقل الغاز المكتشف في المياه القبرصية ومياه الكيان الصهيوني إلى محطات المعالجة المصرية، حيث سيتم تسييله وتصديره بالسفن إلى الأسواق الأوروبية والأسيوية. من الواقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بحلول 2025.
مصدر معانا كان من اسوشيتد بريس. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر، ومحمد صلاح يبهر العالم ومدربه كلوب بهدف اكثر من رائع. ننشر التفاصيل. ضرب ليفربول بقوة واكتساح بجوهرة نجمه المصري محمد صلاح، واتفورد 5-0 في المرحلة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم. وعلى غرار تألقه الصارخ في المباريات الأخيرة، تألق صلاح بشكل لافت في لقاء واتفورد بصناعته الهدف الأول لزميله السنغالي ساديو ماني، وتسجيله للهدف الرابع بطريقة مذهلة، حيث تلاعب النجم المصري بدفاع واتفورد وغربله بدهاء مطلق تسديدة من داخل المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى الحارس فوستر في الدقيقة 54. وتفاعل مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب بشكل طريف مع هدف صلاح، حيث ظهر وهو يضع يديه على خده مندهشا مما شاهده. وأشاد كلوب بصلاح بعد المباراة قائلا: قدم أداء هائلا اليوم، التمريرة في الهدف الأول كانت رائعة، والهدف الثاني كان مميزا، إنه ممتاز ونحن جميعا نرى ذلك. ورفع ليفربول الوحيد الذي لم يخسر بعد هذا الموسم رصيده ل 18 نقطة في وصافة الدوري الإنجليزي، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشيلسي. مصدر معنا كان من وكالات: نتمنى يا رب التوفيق والنجاح الدائم للنجم المصري نجم ليفربول وهداف هذا الفريق، التوفيق بإذن الله وإن شاء الله في مزيد من النجاح والتقدم. ننتقل مع بعض لخبر أخير وعاجل: أول تحرك قانوني لإلغاء مهرجان الجونة، إنذارا رسميا موجه لوزيرة الثقافة المصرية. قدم المحامي أيمن محفوظ إنذارا رسميا لوزيرة الثقافة المصرية وطالبها بإلغاء تراخيص إقامة مهرجان الجونة السينمائي في مصر كمقدمة لرفع دعوى قضائية بذلك. وبدأ المحامي محفوظ إنذاره بالقول إن مهرجان الجونة في نسخته المتتالية أثار استهجان كافة الغيورين على سمعة مصر، وأثر تأثيرا سلبيا على قوة مصر الناعمة من خلال مولة سيدي العريان حسب وصف محفوظ، حيث اعتبر أن كمية العري الذي تسابقت عليه نجمات الفن في مصر يضر بسمعة مصر، ويعد ذلك إخلالا جسيما بقرار رئيس الوزراء رقم 1238 لسنة 2018 بشأن تنظيم المهرجانات. وقال محفوظ في إنذاره أن المادة 1 من القرار المقصود بالمهرجانات في تطبيق أحكام هذا القرار جميع الفعاليات الثقافية والفنية ذات الطابع الاحتفالي التي تقيمها كافة الجهات بغرض تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، وتهدف إلى تعزيز كافة صور التنمية المستدامة وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم. وهذا ما خالفه بشدة وبشكل مستفز مهرجان الجونة السينمائي. أضاف محفوظ بإنذار المادة 9 من ذات القرار لوزير الثقافة: في حالة عدم التزام إدارة أي مهرجان بتنفيذ أحكام هذا القرار أو الإخلال بالتعليمات أو القرارات، فلا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بإيقاف المهرجان إيقافا مؤقتا أو إلغاء الترخيص الممنوح له حسب طبيعة وجسامة المخالفة. وتابع: وإذا ترتب على المخالفة جريمة يعاقب عليها قانون أو إساءة لسمعة ومكانة مصر، يجوز لوزير الثقافة إصدار قرارا بتولي في دوراته القادمة إذا كانت أهدافه تتفق مع رؤية وزارة الثقافة. وفي جميع الأحوال يتخذ وزير الثقافة الإجراءات القانونية تجاه مخالفات أي مهرجان. مصدر معنا كان من القاهرة 24. عاوزين نعرف رأي حضراتكم في مهرجان الجونة السينمائي وما شاهدناه من ممثلات شبه عاريات. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهل أنتم مع إيقاف هذا المهرجان أم لا؟ أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله. كان معكم إسلام الأمير وأبنوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة لي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.